الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يقول الإمام علي سلام الله عليه: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. الحياة قائمة على الحق، والحق فيما يرتبط بالجانب المادي والجمادات والنباتات والحيوانات، يعني أن الله وضع كل شيء في موضعه. ولا يمكن أن نقلب الآية هنا ونحصل على النتيجة إلا إذا مشينا على سنة الله في الحياة. يعني مثلا الشجرة لكي تنمو وتثمر بحاجة إلى الماء وبحاجة إلى الهواء، وربما بحاجة إلى التراب، وإن كان هنالك أشجار تنمو في الماء ولا حاجة لها إلى التربة. بس على كل حال، أقل التقادير أن الأشجار بحاجة إلى الماء. هل يمكن أن ننمي شجرة بلا ماء؟ الجواب لا. الكرة الأرضية في موقعها وتدور حول محورها كل 24 ساعة، هل يمكن تغيير موقع الأرض مثلا أو موقع الشمس؟ الحياة قائمة على أصولها الثابتة التي أرادها الله، وفي الإنسان أيضا الحياة قائمة على الحق، أي أنها قائمة على القيم، قائمة على المثل، قائمة على الأخلاق. لا يمكن أن ينجح إنسان بينه وبين نفسه، بينه وبين الناس، إلا إذا التزم بالقيم التي أقام الله الحياة عليها. يعني أن تكذب وتربح لا يكون. ربما لمرة واحدة يمكن أن تربح ولا تكون صادقا، لكن بالنتيجة الربح، النجاح، الانتصار قائم على مجموعة من الأصول، من الثوابت، والتي هي القيم والمثل والفضائل والمناقب. طبعا في مقابل كل فضيلة رذيلة، ولكي تعرف الفضيلة لا بد أن تعرف الرذيلة، لكي تعرف النور لا بد أن تعرف الظلمة، لكي تعرف الخير لا بد أن تعرف الشر، لكي تعرف الإيمان لا بد أن تعرف الكفر. الأشياء تعرف عادة بأضدادها، أي أن هنالك فضائل وهنالك أضداد لهذه الفضائل، هنالك قيم وهنالك أشياء هي ضد القيم. يعني بالطبع كل خير وشر في هذه الحياة متداخلان. يعني رب العالمين جعلك في وسط الطوفان، أنت خلقت من حمأ مسنون، ولكن الله نفخ فيك من روحه، بدأ خلق الإنسان من طين، من حمأ مسنون، أي من الطين الجايف، من الطين الأسود. ولذلك بعض الزنوج يقولون إن أبانا آدم لم يكن من البيض، السواد في البشرة هي الأصل والبياض استثناء، لأن الله يقول خلق
خلق آدم من حمأ مسنون. الحمأ المسنون شنو شكله؟ شكله أسود مو أبيض. بس على كل حال لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. المهم أن معرفة الخير تتوقف على معرفة الشر، معرفة الإيمان تتوقف على معرفة الكفر، معرفة الصلاح تتوقف على معرفة الفساد، معرفة النور تتوقف على معرفة الظلم. وباعتبار أن الإنسان مخلوق من حمأ مسنون ومن روح من الله، ولذلك فهو يعيش في وسط انجذابات، انشداد إلى الحمأ المسنون من جهة، وانجذاب إلى عالم الروح من جهة أخرى. أنت في وسط طوفان بين أن تستجيب للكوامل الخيرة في داخلك فتنطلق في الحياة على أسس سليمة، وبين أن تنشد إلى الحمأ المسنون. ربنا بالنسبة إلى الذين يرفضون الجهاد في سبيل الله يقول أخلدتم إلى الأرض، يعني أنت رحت وراء شنو؟ وراء ذلك الجزء المظلم منك وهو الحمأ المسنون، بينما رب العالمين ميزك عن الجمادات بالروح. وإلا ما الفرق بينك وبين التراب؟ ما الفرق بين الإنسان وبين الطين؟ الفرق الروح. فكلما انجذب الإنسان إلى عالم الروح، أي انجذب إلى الصفات الحسنة، انجذب إلى الفضائل المناقب، حينئذ تكون إنسانيته أكثر، وتكون نجاحاته في هذه الحياة أكثر، لأنه كما قلنا ربنا خلق الحياة على الحق فيما يرتبط بالجمادات وعالم النبات وعالم الحيوان، وفيما يرتبط الإنسان لوجود الحرية فيه، فإن الله أيضا خلقه سليما. كل مولود يولد على الفطرة، يعني تأتي إلى هذه الحياة أنت سالم من حيث روحك، ما تعرف الكذب، الكذب تتعلمه، ما تعرف الغش، ما تعرف هذه الأمور. شوف براءة الأطفال تظهر في ماذا؟ في أن الطفل لا يعرف أن يكذب، في أن الطفل حينما يعبر عن شيء فهو صادق فيما يعبر عنه. يعني يوم اللي جائع يقول أنا جائع، لكن الكبير يمكن يكذب يقول أنا جائع ومو جوعان، يقول أنا محتاج ومو محتاج. على كل حال من الصفات السيئة التي لابد أن نفهمها وأن نعرفها في أنفسنا حتى نواجهها ومن ثم نأتي بمضادات لها، الطمع. إنسان يكون طمع، عندنا شيء اسمه طمع، عندنا شيء اسمه جشع. الطمع أن تريد الزيادة عما تستحق، مثل شخص يشتري بيت، هذا بيته يسوى مقدار معين لكن طمع يريد يبيعه بأضعاف مضاعفة، يربح شيء فيريد أن يحتكره حتى يبيعه بأكثر من قيمته، ما يستحق لكن يستغل شنو؟ حاجات الناس. هذا طمع. الجشع أن يريد الزيادة لنفسه والنقصان لغيره، يعني الزيادة في الطمع. يعني أحيانا يؤتى بإنسان ومقدار اللي يحتاجه من الطعام صحن واحد، هذا الصحن يريد يأكله، والصحن الثاني يريد يأكله ما يقدر يأكله، يريد غيره ما يأكله فيخبئه. لذلك الطمع مصدر من مصادر الشر في الحياة. ليش؟ لأن نتيجة الطمع الاحتكار، نتيجة الطمع الاستئثار، نتيجة الطمع الاستبداد. هذا الحاكم الذي يحكم في البلد ويريد أن تكون له حقوق ولا تكون عليه واجبات، ويريد أن يؤمن الأمن لنفسه بسلب الأمن من الآخرين، هذا عند طمع، هذا عند جشع، هذا طماع. أنت تستحق مقدار من الأمن ومقدار من الطعام ومقدار من الماء ومقدار من المال، لكن يوم اللي تريد الماء لنفسك والحياة لنفسك والكون لنفسك والحياة حياة الآخر لنفسك، هذا يصير عنده طمع ويصير عنده جشع. إذن جذور كثير من الأشياء الظلامية في هذه الحياة الطمع، أن يريد الإنسان
زيادة. لكن هل الطمع مذموم بالكل أو لا عندنا طمع ممدوح؟ الطمع في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طمع ممدوح مطلوب، وطمع مذموم، وطمع آخر موهوم، يعني مجرد وهم ما لازم تروح وراء. الطمع المطلوب أن تطمع في عبادة الله، يعني يكون دافعك إلى العبادة الطمع. أدعوه خوفا وطمعا، لأن الله مصدر الخوف ومصدر الرجاء، المصدر الأساسي رب العالمين. ماكو شيء يخوف إلا الله، لأن أي شيء ثاني يخوف يمكن أن الله يرده عنك، فإذا لا داعي للخوف منه حتى الموت. لكن إذا الله أراد بك الشر فلا تستطيع أن تدفعه، أنت لا تملك أمام الله خيرا ولا شرا ولا حياة ولا مماتا، ما عندك شيء أمامه. زين، هذا الطمع مطلوب، يعني تطمع في جنة ربك، تطمع في ثواب ربك فتعبده وتطيعه. وأيضا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يريد يبين قدرته، فتشوف البرق فتخاف فتلتجئ إلى الله فتدعو الله أو ترجوه أن يدفع عنك البرق مثلا أو الأخطار، أحيانا حتى الزلازل، حتى الطوفان، حتى الكوارث الطبيعية هي النافعة للإنسان إذا أيقظته من سباته، إذا أعلمته أن له ربا ولا بد أن يتوجه إليه. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. أيضا الطمع في غفران الله، يعني يقول ربنا: الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ليش يسمي طمع؟ ليش؟ احنا قلنا الطمع أن تطلب الزيادة لنفسك، أن تطلب ما لا تستحقه. احنا نستحق غفران الله؟ لا، عطاء من الله، فضل من الله أنه يغفر لك، فضل من الله أن يعطيك الجنة. هل الجنة تعطى بالعمل؟ نعم، بس الجنة يعني قيمتها ونعيمها وعظمتها أكبر من أعمالنا. إذن لا يدخل أحد الجنة بعمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما قيل حتى أنت قال حتى أنا. لا يدخل الجنة أحد بعمله، مو معناه بدون العمل راح تدخل، بس الله يدور فرد فشيء بسيط من عندك حتى يعطيك الشيء الكبير، يعني يقبل القليل ويعطي الجزاء على القليل كثيرا. أنت ما تستحق هذا الكثير، فإذا عندك طمع. ومن هنا يقول: إن لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. هؤلاء المستضعفون الذين هددهم الطاغوت بالقتل قالوا: لا ضير، مو مشكلة، ده نروح عند مصدر الخوف ومصدر الرجاء عند رب العالمين. إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، لأنه بادرنا إلى الإيمان، بادرنا إلى مواجهة الطاغوت، بادرنا إلى العمل من أجل العدل، لذلك احنا نطمع في غفران الله عز وجل. هذا النوع من الطمع في الحقيقة طمع ممدوح. عندنا طمع أيضا مذموم، وهو الطمع المعروف. هذا الطمع المعروف إلى أنواع: أن يطلب المرء ما لا يستحقه، أو أن يطلب المرء شيئا لم يهيئ له أسبابه. طماع بالنصر بس ما مستعد يعطي ثمن للنصر، طماع بالنجاح لكن ما مستعد أنه يدفع ثمن لنجاحه. ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي. تريد اللؤلؤ لازم تغامر بحياتك وتغوص في الماء، تريد النجاح في الامتحانات لازم بالليل تسهر، لكن يريد النجاح من دون أن يقرأ، يريد الانتصار من دون أن يهيئ
أسباب الانتصار. هذا النوع من أنواع الطمع المذموم. فالطمع في المال يؤدي إلى الاستئثار. الطمع في المال هو الذي يجعل المسؤولين فاسدين. يعني أحيانا تشوف واحد صار وزير زين، راتب الوزير مقدار معين لكن يطمع في الزيادة. يوم اللي يطمع في الزيادة يصير عنده فساد. هذه المشكلة التي نجدها في بلادنا بشكل عام، وهي مشكلة الفساد، الفساد المالي، الفساد الإداري، الفساد الأخلاقي نتيجة الطمع. أكو إنسان، شوف الطمع في مقابلة، المعنى الواضح في مقابلة الطمع هو القناعة. في واحد قنوع بزوجته، إذن لا يتطلع إلى نسوان الناس. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ليش بالشارع اللي تمشي تطالع نسوان الناس؟ هو عندك واحد، كن قنوعا بها. هذا اللي يدور نسوان زيادة عن الزوجة مالته، هذا واقع في الطمع في مقابل القناعة. قلت لكم في أيام بدايات الشباب كان عندنا زميل، خب في بلادنا طبعا، في البلد اللي أنا كنت أعيش فيه ما كان سفور، لكن الوجوه أحيانا تكون طالعة على النساء. هذا كل مرة اللي يشوفه يطالعها. فمشينا ويالن وصلنا إلى المقصد، دخلنا إلى المدرسة، قلت ليش كذا تطالع النسوان؟ قال يجوز في الإسلام إذا واحد يريد يتزوج وحدة أن يشوفها. قلت له 50 وحدة طالعتهم بالطريق، تريد تتزوج 50 وحدة؟ هذا مو قنوع، ما عنده قناعة. القمع يؤدي، الطمع عفوا، يؤدي إلى الفساد الإداري، الفساد الاقتصادي. إحنا دائما ننظر إلى المسائل الأخلاقية نظرة فردية، مو المجتمع ككل. شوف المجتمع تريده سليم لازم تبني على أفراد سالمين. الفرد السالم مثل اللبنة في البناء، إذا كانت الأحجار التي تبني بها بيتك أحجار سليمة قوية، البيت يكون قوي وسليم، وإلا سينهار مع أول ريح. كذلك الأفراد، إذا نفسية فرد نفسية يهتم بتطلعات الروح، انجذابات القيم والمثل، حينئذ مع أول امتحان ما يفشل في الامتحان، مع أول إغراء ما يسقط في الامتحان. في الحكم أيضا الطمع يؤدي إلى الاستئثار. يعني تشوف بلاد تغزو بلاد ثانية، على شنو؟ أنت حاكم في هذا البلد، بقد الكفاية عندك أرض، بقد الكفاية عندك شعب، بقد الكفاية عندك مدن، شكو عندك تغزو مدينة ثانية؟ البريطانيون غزوا 80% من بلاد العالم، الآن استطاعوا أن يحتلوها أو ما استطاعوا مسألة أخرى. أنت طالع جزيرة بريطانيا إيش كبرتها؟ فرد جزيرة صغيرة ترى بريطانيا. حتى أن يقال أن غاندي كان يقول للشعب الهندي، لو أن كل واحد منكم تفل تفلة على بريطانيا لأغرقت في تفالكم. لكن هذه احتلت العالم، شكو عندك؟ خليك في وطنك في بلدك وكل اشرب. لا، طماع، لا يملأ عيني ابن آدم إلا التراب. الطمع حينما يكون في مجتمع ما يكون المجتمع فاسدا في مسؤوليه، في أفراده العاديين، في الحاكمين، في المحكومين. والطمع إذا دخل في قلبي خربه، سواء كان عنده علم لو ما عنده علم، يعني ما له ربط بالعلم والأشياء هذه. كنت أقرأ يقول 3% من أطفال العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن 40% من الألعاب للأطفال الشعب الأمريكي يشتري. هم 3% أطفال، 40% ألعاب العالم عند ذول الأطفال. 10 أشخاص يملكون ثلث الثروة الموجودة في هذه الأرض. إيه ما يشبع هذا؟ لا ما يشبع، لأن طمع. يعني لو يأكل دولار، يشرب دولار، يطبخ الدولار مرق، وكل يوم يتغدى بالدولار، هو وأولاده وأحفاده بعد عنده، لكن عنده طمع، يريد الزيادة دائما. وإذا زاد الطمع تحول إلى جشع، يعني يريد الزيادة لنفسه ولا يريد لغيره. إذن أساس الاحتكار الطمع، وأساس الاستبداد، وأساس
الاستئثار وأساس الاستجداء. هذا اللي يمد إيده على غيره، يريد أنت تتعب شهر حتى تحصل راتب، هو يحصله من خلال أنه يمد إيده لك. وأساس اللصوصية الطمع أيضا. عمي روح اشتغل، التقيت بواحد فمد إيده إلي، قلت له شوف في الإسلام السؤال بالكف حرام، لتسأل. قال استطيني. قلت له إيدك مكسورة؟ قال لا. رجلك مكسورة؟ لا. عندك مشكلة في عقلك؟ لا. مريض سرطان؟ قال لا. قلت له روح اشتغل، روح اشتغل، لكن عنده طمع، أنت اشتغل تعال اعطيني. أو السارق الذي يسرق أموال الآخرين إنما يفعل ذلك لأن عنده طمع، ما يريد يدفع ثمن لكي يصبح ثري فيسرق من الآخرين. هذا أساس كثير من أنواع الشر في حياة الإنسان الفردية والشخصية وفي حياة الإنسان الاجتماعية والسياسية. القصص في هذا المجال كثيرة. ثلاثة كانوا في الطريق فوجدوا لبنة من ذهب، في المقدار من الذهب شافوا هذا الذهب قعدوا عليه. زين مرة واحدة صارت عندهم ثروة، النفوس الضعيفة إذا أعطيته منصب ينسى نفسه، حتى لو منصب شرطي بقولة ذيك الأم قالت ابني هواية كبير يسوي هيك وهيك للسيارة، يعني شرطي مرور في فرد تقاطع طرق بسيط، بس عده هذا كبير يعني يسوي هيك وهيك للسيارة. بعض النفوس الضعيفة إذا حصل على فرد ثروة يضيع نفسه، إنسانيته كل شيء. فاختلفوا فيما بيناتهم حول هذا، قالوا زين إلى أن نحل هذا الخلاف جوعاني، فأرسلوا أحدهم لكي يشتري طعاما حتى يتغدون وبعدين يحلون المشكلة. هذا بالطريق فكر ليش أنا أجيب لهم طعام سالم، أنا أريد هذا المقدار من الذهب إلي وحدي، طمع في الذهب كله فوضع سما فيه. ذول الثنين اللي باقين عند الذهب فيما بيناتهم تكلموا وقالوا ليش نقسم الثلاثة أثلاث، نقسم نصفين، فإذا أجى صاحبنا نقتله ونشيل الذهب نقسمه، أول ما أجى قتله جوعانين أكله ثلاثة ماتوا والذهب بقي على مكانه. هذا المثال صحيح لو مو صحيح، بس نتيجة الطمع. كم من أناس جمعوا ما جمعوا من المال ثم ذهبوا بعارها وشنارها وما حصلوا شيء في هذه الحياة. يقال أن أحد المعروفين في التاريخ الإسلامي بالطمع هو أشعب، كان مولى لعبد الله الزبير، بقي إلى عهد المنصور الدوانيقي وكان يضرب به المثل حتى يقال في التاريخ أطمع من أشعب. هذا الرجل كان طمع، في المرة من المرات سألوه أنه ما بلغ بك من الطمع، قال ما نظرت إلى اثنين قط في جنازة، أمر وشفت جنازة فقلت شوية أمشي ويا الجنازة أحصل ثواب، ما نظرت قط إلى اثنين في جنازة يتساران، يعني واحد يحكي ويا الثاني، إلا ظننت أن الميت قد أوصى لي بشيء من المال. إذا ما يعرف الميت وما يعرف هذولا، بس شفت اثنين بيناتهم يتكلمون قلت أوه لابد هذا الميت موصي لي. وما أدخل أحد يده في جيبه إلا طمعت أن يعطيني شيئا، أي واحد دخل إيده يطلع قلم أو مفاتيح أنا فكرت راح أطلع فلوس يعطيني إياه. وما زفت عروس إلا ورتبت بيتي لعلها تزف إلي. إذا شفت عرس بالشارع بسرعة أروح البيت أنظف البيت، أقول يمكن هاي الزوجة راح أجيبوها إلي. دخل على المنصور الدوانيقي وكان أمام المنصور طبق من اللوز. طبعا أقول لك ترى هذا النماذج متكررة، يعني أنت تضحك على هذا، شوف نفسك بعض الأوقات ما تطمع، إذا شفت واحد طلع فلوس ما تطمع فيها الفلوس، تطمع فيها. لذلك المال جاذبيته إلى درجة أنه مجرد ما واحد يشوف المال يتمنى هذا المال إله، عمي مجرد أنت شفت أو يشوف فرد بيت جميل أو سيارة جميلة يطمع فيها. دخل على المنصور وكان أمام المنصور طبق من اللوز والفستق، فألقى المنصور له بواحدة من اللوز
ذبل اللوزة أكلها. فقال ثاني اثنين إذ هما في الغار. هذا الرجل كان حافظ للقرآن بس يستخدم آيات القرآن في أغراضه الشخصية، مثل هؤلاء الحكام الذي تسمع عنهم عادة يجيب الآية حسب رغبته حسب أهوائه. القرآن حمال ذو وجوه كما قال الإمام علي. قال ثاني اثنين إذ هما في الغار فألقى له الثانية، قال فعززناهما بثالث فألقى له الثالثة، قال فخذ أربعة من الطير، الله يقول أربعة ذبل الرابعة، قال ويقولون خمسة سادسهم كلبهم فألقى إليه خمسة وستة، قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ذب السابعة والثامنة، قال وكان في المدينة تسعة راهط، هاي صارت ثمانية، الله يقول تسعة راهط ذبل التاسعة، قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذبل العاشرة، قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ذبل الحادي عشر، قال والله يا أمير، يقول المنصور والله يا أمير إن لم تعطني الطبق كله لأقولن لك وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون، راح طالبك بمية ألف وشوية زيادة. الحقيقة الطمع نتيجة مرض في القلب، مرض في القلب، يعني أكو مشكلة هنا، هذه المشكلة تبين نفسها في صورة طلب شيء من الآخرين. ربنا عز وجل يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بمجرد ما شاف بنية جميلة في الشارع، ممكن تكون متزوجة ممكن تكون مخطوبة، على كل حال يطمع في المزيد. بعض الأفراد يتزوج واحدة بعدين يجي ما مرتاح من زوجته، ليش؟ والله مو هالقد جميلة، يعني ملكة جمال الكون تريد. اي نعم، شايف انت صورتك في المراية، انت حلو بقدها تستحقها، لا يريد دائما يطمع في المزيد في جميع جوانب حياة الإنسان. طبعا هذا الطمع المذموم نتيجة مرض في القلب. الطمع أيضا يؤدي إلى التواكل، لأنه هو يطمع عند أحلام اليقظة، يريد النجاح كما قلنا بدون أن يدفع ثمن النجاح، يريد النصر بدون أن يهيئ عوامل النصر وأسباب النصر، يريد أن غيره يؤدي عنه مسؤولياته. واحد ثاني يؤدي المسؤوليات عنه، ليش أنا أؤدي؟ غيري بلكي يسوي فلان شيء. احنا عندنا في الواجبات نوعين، واجبات عينيه وواجبات كفائيه. واجب العيني كل واحد لازم يسوي شيء، واجب الكفائي اذا واحد اداه يسقط عن الاخرين. المهن من الواجبات الكفائيه، يعني ان يكون هنالك خباز في البلد، ان يكون هنالك نجار، ان يكون هنالك اصحاب الصناعات، هذه من الواجبات الكفائيه. اذا قام به واحد يسقط عن الاخرين. في بعض الأفراد يريد كل الأشياء واجبات كفائية، الدراسة غيره يدرس، النجاح غيره يسوي للنجاح، وأيضا الجنة هم يريدها غيره يشتغل. كأن صحيفة أعمال الإمام علي بن أبي طالب ستوضع معه في قبره، الإمام علي كان كذا والإمام علي كان كذا، والإمام علي كان زاهد والإمام علي كان عابد، والإمام علي كان شجاع والإمام علي كان عادل. زين أنت شنو؟ أنت في الوسط شنو؟ صحيفة أعمال الإمام علي ما يخلوها بالغلط لو بالصح في صحيفة أعمالك. إذن لابد أن تدفع الثمن، يصير عندك تواكل، أن تطمع فيما لا تستحق، سواء كان هذا الذي لا تستحقه ثوابا أو مالا أو زوجة أو بيتا أو حكما، يريد يكون هو المسؤول وغيره لا شيء له. يريد النجاح بلا جهد ويطمع في النصر بلا أن يدفع ثمن. يقول الإمام أزرى بنفسه من استشعر الطمع. أزرى يعني حقر نفسه. تدري إحنا الصفات الحسنة نريدها في الدرجة الأولى لأنفسنا قبل أن نريدها للآخرين. أن تكون إنسان بينك وبين نفسك، حتى لو الناس ما يعرفوك، حتى لو الناس ما يقدروك، شنو قيمة أن الناس يقدروك وأنت لا تستحق؟
من صفات الناس السيئين أنه ويحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني يعجب إذا فرد واحد قال والله أحسنت فلان عمل سويته هو ما مسوي بس ما يقول أنا ما سويته، يعجبه. أعمال الآخرين تنسب إلى أزرى بنفسه مع قطع النظر أن نتيجة الطمع تطلع سجن، انقلاب من الشعب على الحاكم لأنه صار طماع وأراد كل شيء لنفسه أو أي شيء ثاني، لكن في الدرجة الأولى أزرى بنفسه يعني حقرها. من استشعر الطمع، أحيانا يكون عندك طمع بس مرة واحدة مو مشكلة هذه، لأن قلنا بعض الطمع ممدوح مطلوب. أن تريد مثلا يكون عندك إنجازات كثيرة، جيد، هذا ما يعتبر طمع، مذموم. أن علمك يزيد وفوق كل ذي علم عليم، هذا طمع مطلوب. إذن أصل الطمع لا لون له، حسب وين تستخدمه وبأي مقدار. إذا أردت الزيادة لا. إذا تجاوز شيء ما حده أصبح طمعا. حتى في العلم، أنا أعرف شاب من الشباب هذا فقط لا يدرس، ما دي يعطي نتيجة دراسته لأحد، يعني خلص جامعة كلية معينة دخل كلية ثانية كلية ثانية كلية ثالثة، راح إلى بلاد أخرى. أنا كل وقت اللي شايفه والآن في حدود ربما 55 سنة عمره فقط لا يدرس. زين هاي الدراسة ما لازم تعطيها للآخرين ولا فقط تدرس؟ تجاوز حده، مثل الشجاعة إذا تجاوزت حدها انقلبت إلى ضدها، صار تهور. الشجاعة مطلوبة بس التهور مو مطلوب. الكرم مطلوب بس الإسراف ما مطلوب. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا هذا ولا هذا، فتشي بالوسط. في عندنا في هذا المجال الطمع الموهوم، قلنا طمع ممدوح وطمع مذموم وطمع موهوم. شلون هذا الطمع الموهوم؟ الشعوب التي تنتظر أن الحاكمين يتوبون من ذنوبهم وجرائمهم، دائما يتمنى هذا الأمير هذا الملك تتغير طباعه، تتبدل طباعه، باكر أول الصبح يجي يصير عادل، يطلق سراح المساجين. هذا الطمع مالهم موهوم، هذا وهم، هذا وهم. يعني أنت تتوقع من العقرب أن لا يلدغ، تتوقع من الطاغوت أن يكون عادلا في وطنه وفي شعبه، هذا طمع موهوم. أو أن كان المسلمون يطمعون بأن بعض الجماعات ذول يجين يصيرون مسلمين، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ عمي شوف تاريخه، شوف أخلاقياته، شوف طريقته، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ تطمع من هذا شنو؟ تطمع من حاكم جديد جاي في دولة من الدول تاريخه، لما تشوف تاريخ استئثار، تاريخ احتكار، تاريخ كذب، تاريخ دجل، تاريخ إهانة النساء، هسه يوم اللي صار حاكم تطمع أنه يقوم بأعمال حسنة؟ لابد تتوقع أعمال سيئة من عنده. هذا الطمع الموهوم، أن تطمع أن يتوب الطاغوت، أن تطمع أن السارق يعيد لك ما سرقه. أكو بعض الأفراد يوم اللي ينسرق ويتألم بس بينه وبين نفسه يقول ممكن بعد شوي يطرق الباب وجايب الفلوس اللي باقي. عمي روح دورة واخذ حقك من عنده، روح اخذ حقك، ما يطوك، ضاع حق ليس وراءه مطالب. لا يقدم النجاح لأحد على طبق من السكر، لا يقدم النصر لشعب من دون أن يبذلوا الجهد اللازم للنصر. إن تنصروا الله ينصركم، حتى رب العالمين في هذه الحياة ما يعطيك بدون ما تتحرك أنت، فضل من عنده يوم القيامة يعطي، لكن في هذه الدنيا لازم أنت تبذل ما عليك. يعني تتوقع من مجرم أن يتوب من جرائمه، أزرى بنفسه.
الطمع ماله دائم، لبسه شعارا، صار طريقة الطماعين. هذا أزرى بنفسه، حقر نفسه، من جعل الطمع دثاره ولباسه وعادته المستمرة في كل شيء. يطمع في مال زائد، يطمع في زوجة جميلة، يطمع في سيارة آخر موديل، يطمع في منصب كبير، يطمع في مال وفير، طمع طمع طمع. صار الطمع جزء من استراتيجيته، يعني عمله شغله كذا، أنه يطمع فقط عند طمع في هذا الأمر. أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. إلى حديث قادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.